أهلا بكم مع قصة سيدنا موسى عليه السلام. قصة سيدنا موسى مليئة بالأحداث، مليئة بالمعجزات، لكن حنتكلم عن معجزة الثعبان. قبل لا أبدأ الموضوع حابب أقول أنه في بعض الاجتهادات الشخصية مني. الاجتهادات هذه لو كانت صحيحة ففضل من الله، ولو كانت اجتهادات فيها غلط أو في شيء ما هو صحيح فمن نفسي، وأتمنى أنه ربنا يسامحني عليها. قصة سيدنا موسى والثعبان أو الحية أو الجان، الناس اختلفوا فيها بشكل كثير جدا. ورد ذكر الثعبان مرتين في القرآن الكريم في قوله تعالى: وفي قوله تعالى: وورد ذكر الحية مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: ذكر الجان ورد مرتين في قوله تعالى: وفي قوله تعالى: بعض الناس اتكلموا في الموضوع وقالوا انه في تناقض في القرآن الكريم، وكيف مرة ثعبان ومرة حية ومرة جان. التناقض ما هو موجود في القرآن الكريم، التناقض موجود عندنا احنا لانه عندنا قصور في ادراك المعلومة. معظم المفسرين اتكلموا في الآيات وحاولوا يشرحوها، لكن اعتمدوا على اللغة العربية في شرح الموضوع. الثعبان مبين، يعني ثعبان واضح جليل العيان. كلمة ثعبان من ثعبة، يعني امتداد وانسيابية الشيء. كلمة ثعبان بتطلق على الذكر والأنثى، وكلمة ثعبان بتطلق على الحية العظيمة. بعض المفسرين قالوا إنه كلمة ثعبان يعني ذكر الحية، يعني الحية الأنثى والثعبان هو الذكر. كلمة حية تطلق على الأشياء الصغيرة عكس كلمة ثعبان. وناس قالوا إنه حية من الحياة، من تحول العصاية من الميت إلى الحي، وبيقولوا إنه حية من الحياة اللي هي طول عمر الحية، بيقولوا إنه الحية حياتها طويلة فعشان كده أطلق لفظ الحية. كلمة الحية تطلق على الثعبان وعلى الجان. حية تسعى السعي اللي هو الحركة بسرعة. كلمة جان أخذت من الخفاء، من الجنن اللي هو الستر أو الخفاء. وجان مفسرين قالوا إنها من الجن، جان من الجن. وبتطلق الكلمة على صغار الثعابين، بيقولوا صغار الثعابين اسمها جان، مع إنه في اللغة العربية اسمها جنان وليست جان. كلمة جان بيقولوا إنها ثعابين دقيقة كحلاء العين، بتميل للإصفرار، جسمها بيميل للإصفرار، وما هي مؤذية، ما فيها سم. المفسرين قالوا إنه اتحولت من جان حيوان دقيق إلى ثعبان حاجة ضخمة. بعض المفسرين ذكروا إنه القصة واختلاف الألفاظ حية وجان وثعبان نوع من التخويف. لما كان يجي ذكر فرعون في القصة كان بيجي ذكر ثعبان، لأنه الثعبان بالنسبة للمفسرين اللي هو الحيوان الضخم المفزع المرعب. وبعض المفسرين شرحوا الثعبان اللي في المعجزة وقالوا إنه بين لحييه 70 ذراعا، وإنه فرعون لما شافه حصل له رعب وفضل عدة أيام ما ينام. أشياء كثيرة اتقالت في وصف الثعبان، لكن لما كانت القصة مع سيدنا موسى عليه السلام كان بيجي في لفظ الحية أو الجان لأنه صغير. حكاية التخويف إنه عشان سيدنا موسى ما يخاف عشان كده حية أو جان، وحكاية فرعون بيكون ثعبان عشان يخاف، الحكاية هذه فيها بعض اللبس، لأنه الخوف شيء طبيعي عند الناس. وربنا أكد الحكاية هذه في قوله تعالى: خذها ولا تخف، لأنه الخوف موجود.
فرعون لما شاف الثعبان ما خاف، ما حصل له رعب، خاف لأنه اعتقد أنه سيدنا موسى عليه السلام عنده إمكانية أنه يتعامل مع الثعبان اللي هو الحارس. الفراعنة بالنسبة لهم الثعابين لها علاقة خاصة بالفراعنة، وهذه الناحية اللي حنتكلم عنها. حناخد الموضوع من وجهة نظر الفراعنة، إيش علاقتهم بالثعابين. الثعابين بالنسبة للفراعنة حب وخوف وتقديس، وقسموا الثعابين لثلاثة أقسام أساسية: طيبة وكريمة مثل إله الشمس رع، ثعبان إله الشمس رع، وسيدة المخازن تنوتت. هذه تقسيمة من التقسيمات الخاصة بالفراعنة. وفي طيبة عاشت الأفعى مير سيجر، إلا الأهالي كانوا يحبوها وقدسوها. هذه التقسيمة الأولى من التقسيمات. تقسيمة ثانية اللي هي ثعابين شريرة قوية مثل أبيب أو أبوبس اللي هاجم سفينة رع، والأفعى وقت بيقولوا إنها من أقوى الأفاعي اللي موجودة عند الفراعنة، ونسجوا عليها أساطير كثيرة جدا، وبيقولوا إنها هي اللي بتحفظ كتاب السحر الأعظم. القسم الثالث من التقسيمات الخاصة بالثعابين عند الفراعنة اللي هي الحارسة أو أريوس. أريوس نوع من الثعابين اللي هو الكوبرا تحديدا، كانوا الملوك الفراعنة بيحطوه في التيجان الملكية، بيحطوه في العرش، بيحطوه في كل مكان. طبعا كان في عدة أشكال للكوبرا، كان في كوبرا برأسين وعندها أطراف خارجية وأرجل اسمها نحب كاو. طبعا هذه كانت حارسة، والفراعنة كانوا بيعتمدوا على الكوبرا على أساس إنها عدوة عدوهم، كانوا معتمدين على الحارس لأنه الكوبرا بالنسبة لهم إله عدو عدو الفراعنة، فبالتالي صاحبهم، يعني عدو عدوي صاحبي. فعشان كده كانوا بيحطوه في كل مكان، وخصوصا في التيجان الملكية. سيدنا موسى عليه السلام لما جاء لفرعون ووراه الثعبان، زي ما قلت فرعون اعتقد انه سيدنا موسى عليه السلام عنده قدرة على التعامل مع الحارس اللي بيحمي مملكة الفراعنة وبيحمي عرشهم وبيحمي ملكهم، فبالتالي خاف فرعون، طلب السحرة. وبالمناسبة في سحرة مخصوصين للثعابين عند الفراعنة، كان في كهنة مخصوصين للثعابين، طلب السحرة وصار اللقاء بين السحرة وبين سيدنا موسى عليه السلام بحضور فرعون. الحكاية هذه بيقال انها حصلت في الأردن في منطقة البتراء. اجتمع السحرة، الناس اجتمعوا، السحرة ألقوا الأشياء اللي في أيديهم فاسترهبوا أعين الناس وسحروهم، فالناس شافت انه في ثعابين. طبعا فرعون كان شايف الثعابين وكان مبسوط، لأنه بالنسبة له زي ما قلت الثعابين هذه هي الحارس اللي بيحمي ملكه. سيدنا موسى عليه السلام ألقى عصاه، التقفت كل حاجة سووها السحرة. بعد ما التقفت الحاجات هذه، السحرة فهم الموضوع وعرفوا إنه الحكاية ما هي حكاية سحر اللي صار خارج حدود البشر، آمنوا بالله وعرفوا إنه الحكاية هذه صحيحة. لكن بالنسبة لفرعون ما عرف، ما وصلت له المعلومة، السحرة هم اللي عرفوا. اعتقد فرعون انه صار اتفاق بين السحرة وبين سيدنا موسى عليه السلام، وعشان كده قال للسحرة انه حيعذبهم عشان امنوا الناس. فرعون ما وصل لهم الموضوع، الا وصل لهم الموضوع هم السحرة
لأنه عرفوا وتأكدوا أن الحاجة هذه حاجة من عند رب العالمين. هذه قصة سيدنا موسى باختصار. اللي يهمنا في الموضوع يهمنا نعرف القصة وإيش الحكمة اللي فيها، إيش المعجزات اللي فيها، إيش الأشياء الجميلة اللي فيها، التفاصيل أنه ليش حية وليش ثعبان وليش جان، وإيش معنى الكلمة هذه وإيش معنى الكلمة هذه. هذه كلها مهم نعرفها، لكن ما هي أساس الموضوع؟ أساس الموضوع أنه نعرف أنه صارت معجزة الثعبان كان معجزة من معجزات سيدنا موسى عليه السلام، حاجة حلوة وحاجة ظريفة حصلت أمام الناس. السحرة عرفوا أنه الأشياء اللي صارت هذه بعيدا عن السحر وبعيدا عن أي حدود بشرية، وآمنوا بالله رب العالمين. أتمنى أنه نوقف عند كل قصة نسمعها، وأتمنى أنه نتدبر كل القصص اللي موجودة في القرآن ونفكر فيها ونحاول نتخيلها ونعيشها عشان توصل لنا المعلومة. أتمنى لكم السلامة دائما، وربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين. شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب. لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.